الى كل طلاب عربي او لغات ازهر او عام عاوزين تفهموا كيمياء تابعونا في قناه فهمني كيمياء. ماده الكيمياء ماده صعبه سواء كنت اولى ثانوي او ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي تابع معانا قناه فهمني كيمياء. قناه فهمني كيمياء ان شاء الله يكون فيها اختصارات ويكون فيها تسجيلات بس مباشره، تسجيلات مختصره يعني انت ممكن بدل ما تسمع حصه طويله ساعتين تسمع ربع ساعه ويطلع بنفس الفايده. واحد يقول لك لا 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 ما بحبش الاختصارات انا عاوز شرح مطول انت بتضحك عليا بخمس دقايق، يقول لك خلاص اسمع في بث مباشر بيكون ساعتين ان شاء الله حل تدريبات وامتحانات وبوكلت بالنسبه لثالثه ثانوي. وبالنسبه لاولى وثانيه ثانوي انا نازل كتب خارجيه زي كتاب الامتحان او الموسوعه كتاب مدريد اي كتاب ان شاء الله تحبه معانا حلول وتدريبات. ارجو الى ذلك لو عندك اي سؤال ابعته لنا في الحلقه مخصوصه علشان تسمع معانا اجابتك بالتفصيل في برنامج لمحه كيميائيه. اول قناه عندك من الاخر ذهب المختصر لمحه كيميائيه للاجابه على اسئله طلابيه وبث مباشر ومختصر لاي طالب في اي سنه من اولى ثالث ثانوي. تابع معانا ان شاء الله وهتفهم كيمياء بكل سهوله ويسر وما تعودش هم الكيمياء، بس خليك معانا في قناه فهمني كيمياء. That's where the next frontier is in us, to go farther and deeper, it's deep within us. That is why we are all here, over the next hill, beyond the horizon.